أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الجمعة الغامضة. جدا سعيد بلقائكم. الحلقة ديال اليوم واحد القصة غريبة وعجيبة اختلطت بواحد المشروع علمي. في الوقت الأمريكان وروسيا كانوا كيتسابقوا على غزو الفضاء وأمريكا سبقات روسيا للقمر، روسيا قررت أنها ما غداش تنافس مع أمريكا للفوق بل غدا تنافس معها لتحت، وحفرات أعمق حفرة في تاريخ العلوم الجيولوجية وتفاجأت أكبر مفاجأة. أهلا بكم. في العز ديال الحرب الباردة اللي كانت بين الأمريكان والاتحاد السوفيتي في 1970، الاتحاد السوفيتي قرر أنه يدير وحدة من أكبر مشاريع الحفر. قرروا أنهم يحفروا أعمق حفرة في الأرض. علاش قرروا هذا القرار؟ هذا كان مشروع علمي صرف. قرروا أنهم ما غاديش يبقوا يتنافسوا مع أمريكا من الأرض للسماء بل غادي يتنافسوا معها تحت الأرض. وبالفعل بدأوا هذا المشروع هذا، وكان في ذاك الوقت الاتحاد السوفيتي رصد ليه مبلغ كبير. هذا المشروع حد الآن في 2020 حتى واحد ما حفرش حفرة أعمق منه، وصل ل 12 كيلومتر. المشروع ما كملش، مات في سنة 92 العمر ديالو 22 سنة. مات من الأسباب أنه توقف عليه الدم، وكان ذاك الوقت نهار الاتحاد السوفيتي. ولكن هذا المشروع هذا مرتبط بقصص غريبة وعجيبة، مرتبط بأصوات ديال الناس اللي كيظن البعض أنها أصوات ديال المعذبون تحت الأرض، الأصوات ديال العالم السفلي. ما عرفناش شكون اللي كيعذب، ما عرفناش شكون اللي كيتعذب، لكنها أصوات ديال المخلوقات كتغوت من الآلام في نفس الوقت. خلينا نحكي الحكاية من البداية. أولا خلينا نشوفوا العمق ديال هذه الحفرة. العمق ديال هذه الحفرة 12 كيلومتر، أكثر من 40 ألف قدم. هذا شنو كيعني؟ كيعني أن هذه الطائرات اللي كتطير في السماء أعلى ارتفاع هو 10 كيلومتر. هذه الحفرة هذه في الأرض أعمق من أي طيارة اللي كتطير في السماء. إذا كانت طيارة كتطير بارتفاع 10 كيلومتر، هذه الحفرة هذه بعمق 12 كيلومتر. في الحقيقة اكتشفوا اكتشافات جديدة، اكتشفوا 24 كائن مجهري اللي هو بخلية واحدة متحجرين في الصخور، والعمر ديالهم 2.7 مليار سنة. اكتشفوا الذهب، اكتشفوا دياموند، اكتشفوا الماء. كانوا كيظنوا بان في ذاك العمق عمرك ما غتلقى الماء، لكن لقاو الماء. ولكن الغريب والعجيب ان العمال منين حفروا ابتداء من 6 كيلومتر ولاو كيسمعوا اصوات عجيبه وغريبه. هاد الحفره هادي دارت قريبة لواحد المدينه سميتها زابوليارني. زابوليارني 20 كيلومتر على الحدود النرويجيه وقريبه حتى الحدود الفنلنديه. السكان ديال النرويج وفنلندا والسكان الروس المحيطين بهاد المشروع هذا، وخصوصا السكان ديال المدينه بلده زابوليارني، تيقول لك اودي راه بالليل ولينا كنشوفوا شي حوايج كطير في السماء. البعض كيقول خفافيش، لكن بسبب الحجم ديالها الكبير تيقولوا لهم يستحيل هاد يكونوا خفافيش وتيطيروا بطريقه غريبه. هذه ارواح شريره وكائنات شريره خرجت من الارض، لان نتوما بسبب هذا المشروع هذا طلعتوا لنا هذه المصيبه من الارض. من بعد ولات كتكثر الشكاوى، العمال كيقولوا العلماء راه كنسمعوا اصوات غريبه وعجيبه، كنسمعوا الغوات، كنسمعوا الصراخ، دائما كنسمعوا اصوات. وخصوصا البوليس والعسكر اللي كانوا كيامنوا هذا المشروع خصوصا بالليل باش ما يجيش شي واحد وسرق المعلومات ويعرفهم فين وصلوا، خصوصا ان الروسيين كانوا كيطوروا الات تكنولوجيا وهما كيحفروا. علاش؟ لانهم كانوا كيتصادموا بطبقات جديده تحت الارض، فكان ضروري يخترعوا لها الات خاصه اللي غتحفرها. فهذاك الاسرار باش يحافظوا عليها طوقوا المنطقه وردوها منطقه عسكريه حتى واحد ما يدخل لها. فالعسكر كانوا كيسمعوا اصوات، وكاينين شهادات على انهم حتى هما كانوا كيشوفوا شي حوايج كتخرج بسرعه فائقه من داك الحفره وكترجع ليها. ولذلك سموا هاد الحفره هذه حفره الجحيم بسبب الاصوات وبسبب داكشي اللي كيخرج منها. منين ولاو كيتشكاو الناس بزاف انهم كيسمعوا اصوات، والعلماء الجيولوجيين جاو تصنتوا تما وحتى هما كيسمعوا مره مره اصوات، قالوا خلينا ندخلوا شي مايكروفون نسجل. دخلوا الميكروفونات الاولى كانت كتحرق بسبب الحراره الهائله، وعلى ديك الحراره كانوا العلماء ديال الجيولوجيا كيقولوا ان في هذاك العمق اللي غادي نحفروه
الى كثرت الحراره كاع غادا تكون 93 سلسيوس، الا هما كيتفاجئوا بان درجه الحراره 180 درجه حراريه، بمعنى ضعف مضروبه في جوج ديال المرات ديال داكشي اللي توقعوه العلماء. وهنا شنو كان تيطرا؟ انك الى لحقتي الى دخلتي الميكروفون كان درجه الحراره والضغط ما كيخدمش. عاوتاني اخترعوا اختراع جديد، اخترعوا ميكروفون خاص يقاوم الحراره وشديد الحساسيه. شديد الحساسيه كتعني انه كيسجل اي حاجه. دخلوا داك الميكروفون والا غادي يسجلوا اصوات، سجلوا العجب العجاب، سجلوا بالفعل اصوات ديال مئات الالاف بل ملايين ديال الناس ديال المخلوقات كتغوت وكتصرخ بسبب الالم وتصنتوا لذاك النوع ديال الاصوات. في نفس الوقت قال لك هادو ماشي مئات الالاف، هادو الملايين. فتأكدوا من الأصوات وشهادات كثيرة ديال المخلوقات، طائرة غريبة وعجيبة كتخرج من الثقب وكتدخل ليه. واحد الأستاذ في واحد المدينة فنلندية على الحدود سميتو أغي راندان، والشهادة ديالو متقة في واحد الجريدة نرويجية، قال لهم بأننا في المدرسة وأحيانا من كنبقاو بالليل من كيطيح الظلام كنشوفوا مخلوقات طائرة كتجي من داك الاتجاه اللي كاينه فيه الحفره وكترجع ليه وكتمشي بسرعه فائقه، ومخلوقات غريبه جدا تشبه الخفافيش الا ان الحجم ديالها كبير. صحيفه امنيستا الفنلنديه كانت دارت حوار مع مدير المشروع ديمتري ازاكوف. هاد ديمتري ازاكوف قال هاد الصحيفه هادي، قال لهم راه العلماء والعمال اللي خدامين تما تفاجئوا منين حفرنا، منين بدينا كنسمعوا الاصوات ديال الملايين ديال المخلوقات كتغوت في نفس الوقت، وهذا شيء ارعب الجميع. بدات المشاكل في هذا المشروع هذا، بزاف ديال العمال ولاو كيرفضوا يخدموا فيه هكا نهائيا، لان كانوا خايفين ان ديك الارواح الشريره سميها ما جئت تعطي سكان الارض السفلى، سكان العالم السفلي، مخلوقات العالم السفلي، الجن الشياطين الارواح، خافوا انها تاثر عليهم وعلى العائلات ديالهم، يعني انه ملي غيسالم الخدمه ديالو غيديه معاه ديك المصيبه للدار. بزاف ديال الناس ما بقاوش كيجيو للخدمه ديالهم بسبب ديك الاصوات المرعبه وبسبب المخلوقات الطائره اللي كانوا كيشوفوها والاحداث الغريبه. بعض العمال كيتصرف بحال الحمق، كاين اللي السلوك ديالو كيولي عنيف، كاين اللي غير كيوصل تمام ما كيبقاش كيعرف شنو كيدير، كيقول لفلان راك درتي وراك فعلتي وراك قلتي لينا، تيقول لهم انا درت. فالتصرفات ديالهم ولات غريبه وعجيبه، والكثير منهم توقفوا ما بقاش باغيين يخدموا تما، بل حتى بعض العلماء اللي خدموا في هذا المشروع هذا بقوه الخوف ديالهم رفضوا حتى هما يخدموا تما. منين جات 1992 في الحقيقه ريحات الجميع، لا العمال ولا العلماء ولا السكان، كلهم فرحوا لانهم كانوا كيعتبروا هذا المشروع سبب في انه حل ابواب ديال الجحيم وطلق عليهم الشياطين والمخلوقات الشريره والارواح الشريره والسكان العالم السفلي اللي كانوا خايفين انها تاذيهم. وهذا هو السبب علاش كيسميو هاد الحفره هادي كيسميوها حفره الجحيم ولا بئر الجحيم. مباشره مور ما تسد المشروع في 1992، دابا لو تمشي لهذيك المنطقه خراب ما فيها حتى شي حاجه، وكاين واحد الغطاء حديديه مصديه هي اللي مغطيه هذا المشروع هذا وتغطى الى الابد. عطيتكم الطول ديال الحفره 12 كيلومتر والقطر ديالها 23 سنتيمتر، ولحد الان هو يعتبر اكبر مشروع جيولوجي في الحفر تحت الارض. حتى واحد حد الان ما وصل 12 كيلومتر تحت الارض. اليابان دابا راه كيحاولوا خدامين على هذا المشروع هذا وباغيين يحتموا الرقم القياسي. و12 كيلومتر كتبان لنا شي حاجه كبيره، هي فقط 0.2% من المسافة اللي كتربطنا من السطح ديال الأرض إلى مركز الأرض. وغير باش نعطي فكرة أخرى، 12 كيلومتر كتعني أنك إلى طحتي فيها باش هكا توصل للعمق ديالو وتوصل النهاية ديالو غادي تبقى طايح ما بين 3 دقائق ونص و 4 ديال الدقائق، واللي هي الزمن طويل، سقطة طويلة، طايح بسرعة 312 كيلومتر في الساعة، واحتمال تعدف فيها واحتمال وانت طايح تشوف العجائب والغرائب. السكان ديال المدن والقرى المجاورة ديال هذا المشروع هذا كلهم أكدوا في جرائد روسية وفنلندية ونرويجية
انهم شافوا العجب العجاب، خصوصا القرى والمدن الروسيه اللي دايرها بهذا المشروع هذا مباشره. وكان واحد الحاجه مهمه، ان الكثير من العلماء كانوا كيظنوا بان هذيك الحراره اللي 180 درجه هي حراره مصطنعه بسبب دوك المخلوقات هما اللي دايرينها باش المشروع يوقف. قالوا لهم على داك العمق ما كيناش 180 درجه، كاينه 93 درجه مئويه، وهذا بالعلم وبالدراسات. هذيك درجه الحراره غريبه واللي كانت كتخسر لهم الالات ديال الحفر. علاش؟ لان عندك اصلا 180 درجه حراريه، ولا زدتي عليها آلة ديال الحفر وكدور غادا تخلق واحد درجه ديال الحراره كبيره جدا، ما كانش ما غاداش تصمد لها اي اله. وبالفعل المشروع صادف هذه المشكله هذا، 180 درجه زيد عليها دوران الحفر كيولد واحد الحراره كبيره جدا، وكان خصهم يخترعوا لها آلات خاصه بمعادن خاصه تقاوم ديك الدرجه ديال الحراره العاليه. وشي حاجه اللي عمرهم ما داروا، عمرهم ما توصلوا دوك المعادن اللي غادا تقاوم ديك الدرجه ديال الحراره، لان المشروع توقف. والسكان في الحقيقه من تسد المشروع في 1992 ارتاحوا راحه كبيره، لان كانوا كيعتبروا داك المشروع نادر شؤم، كيعتبروه انه حل عليهم ابواب الجحيم. كيهمني بزاف الراي ديالكم، شنو كتظنوا هاد الاصوات هذه؟ واش ممكن تكون اصوات ديال حركات ديال الطبقات الارضيه، اصوات طبيعيه كما الغابه كتصدر اصوات، كما البحر كيصدر اصوات؟ لكن غير ما نساوش ان الكثير من الاصوات في الغابه فهي كتصدر من مخلوقات، حيوانات كتمشى ولا طيور كتطير. في البحر كذلك الكثير من الاصوات كتصدر من حيتان، بعض ديالها صغيره وكبيره. وهنا في هذه الحاله هذه تحت الارض، واش ممكن هذه الاصوات تكون اصوات ديال الطبيعه ديال الجيولوجيا طبقات الارض، ولا بالفعل كائنات ديال العالم السفلي سكان الارض الجوفيه؟ اولا عندكم شي تفسير ثالث ورابع وخامس كتبوه هنا الله يخليكم في التعليق. كنشكركم على المتابعه، كان معكم عبد اللطيف، الى الحلقه القادمه من حلقات الجمعه الخامده.